أنا أدونيس بشارة من حلب، مقيم في هولندا. لا حل للأزمة السورية إلا بتوقف حرب الدول بين بعضها على الأرض السورية. لا حل للمأساة السورية إلا بإعادة الثورة للشعب السوري وحمايته. نور حجي درويش من حلب بألمانيا. حل المأساة السورية إلا برحيل الأسد وتسليم سلطته بكافة صلاحياتها إلى لجنة مصغرة مشكلة من قبل جميع الأطياف المحلية والدولية، تقوم بدورها بتشكيل قانون انتخابات جديد تقام على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن ثم تشكيل هيئة عدالة انتقالية لحل النزاعات وإعادة الإعمار والمحاسبة الرمزية وفق مفاهيم العدالة الانتقالية. لؤي الطحري من سوريا، برلين، ألمانيا. لا حل للمأساة السورية إلا بضمانات دولية ليس لأطراف الصراع إنما لإقامة دولة القانون. يارا خليل من سوريا، مقيمة في ألمانيا. تقريبا 5 سنوات مضت عن الثورة السورية، 5 سنوات من القتل من التشرد للشعب السوري. لا حل للمأساة السورية إلا بسقوط النظام المجرم، النظام الأسدي. إيمان من سوريا، مقيمة في أمريكا.